أمير المؤمنين عليا ولي الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العلي العظيم. الحوائج، والطلبات من الله سبحانه وتعالى تصنف على صنفين: الحوائج الخاصة الشخصية، وهي كثيرة جدا، والحوائج العامة، وهي كثيرة جدا أيضا. الحوائج العامة أهم من الحوائج الشخصية، لأنها حوائج شخصية وزيادة. المطالب العامة يعني لهذا الشخص ولشخص ثان ولثالث وكثير من الناس، هذه حوائج عامة، هذه طلبات عامة، فهي أهم. أهم مطلب يطلبه البشر من الله سبحانه وتعالى طلبا عاما، مطلبا شاملا، حاجة عامة، هو تعجيل فرج الإمام بقية الله الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الطلب هو أهم طلب يطلبه الناس، وهو الطلب الشامل للمطالب الخاصة والعامة. هذه أم الحوائج، يعني فيها بقية الحوائج الخاصة والعامة، يعني باستجابة هذا الدعاء تعطى حوائج كثيرة بالملايين عامة، وحوائج كثيرة بملايين الملايين حوائج خاصة، كلها مشمولة في هذه الحاجة. لو ظهر الإمام أرواح العالمين فداه
كم من الحوائج تقضى بظهوره الشريف؟ من الحوائج العامة ملايين، من الحوائج الخاصة أكثر. المفترض بالمؤمن أن هذه الحاجة يجعلها أولا وأخيرا، أن هذا الطلب يطلبه قبل كل طلب، قبل كل حاجة، في كل وقت، في كل مكان، في كل الظروف. ولكن هذه الحاجة وهذا الطلب من الله سبحانه وتعالى أفضل فرصة لهذا الطلب هي فرصة زيارة الأربعين. لماذا؟ لأن هذا المطلب، هذه الحاجة، هي الحاجة العظمى، هو المطلب الأعظم الأهم، يلزم أن يطلب في ظروف فيها مقومات عظمى، فيها أسباب لقضاء الحوائج، أسباب عظمى، أسباب كبيرة، وهذه تجتمع، هذه الأسباب تجتمع في زيارة الأربعين. أذكر لكم بعض النقاط التي تجعل زيارة الأربعين أفضل فرصة لهذا المطلب، لهذه الحاجة، لطلب تعجيل فرج الإمام أرواح العالمين فداه. أولا، الحاجة العظمى يلزم أن يطلبه، أو أن تطلبه الجماعة العظمى. المطلب الأعظم يلزم أن تطلبه الجماعة العظمى. عظمى عند من؟ عند الله عز وجل. المطلب من الله عز وجل، من هم الجماعة العظمى عند الله سبحانه وتعالى؟ اقرأوا الروايات الشريفة في مصادر المسلمين كلهم. أفضل جماعة، أهم جماعة، حسب ما ورد في كلمات النبي صلى الله عليه وآله، هم شيعة علي صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. وإن كلام النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين، وإن شيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي. والروايات الشريفة، هم خير البرية. في الروايات الشريفة، في مصادر الشيعة وفي مصادر غير الشيعة أيضا، فيلزم أن تطلبه الجماعة العظمى. الجماعة العظمى هم الشيعة. تجدون اجتماع للشيعة أكبر من اجتماع زيارة الأربعين؟ هذا أولا. ثانيا، الكم، الكثرة. تعلمون بصورة عامة في الحوائج الشخصية، في الحوائج العامة، الكثرة في الطلب يقرب الإجابة. مرة الإنسان يطلب، مرتين، ثلاث مرات، عشر مرات، ألف مرة، كل ما العدد أكثر الإجابة تكون أقرب. هذا شيء واضح، هذا بصورة عامة في الحوائج كلها. بصورة خاصة في هذه الحاجة،
هناك حديث شريف بل أحاديث شريفة أن الكثرة في الطلب في هذه الحاجة بالذات مؤثرة. وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج كما ورد في التوقيع الشريف. الإكثار من الدعاء من هذا الدعاء بالذات مؤثر. تجدون فرصة أخرى غير زيارة الأربعين مثل زيارة الأربعين في الإكثار من هذه الحاجة، هذه الملايين من المؤمنين الذين يشكلون أكثر من 95% من زوار الأربعين يطلبون. توجد فرصة ثانية ممكن تحقيق مثل هذا العدد؟ لا. هذا ثانيا. ثالثا الكيف، الكيف في الداعي، هذا أيضا بديهي واضح. كلما كان مستوى الداعي أرفع عند الله عز وجل طلبه أقرب إلى الإجابة، بديهي. في زيارة الأربعين تجتمع أفاضل الشيعة من المقدسين، من الزهاد، من العباد، من العلماء الأتقياء، من الأفراد الذين بهم يرحم الله سبحانه وتعالى العباد، أطفال رضع، شيوخ ركع، شباب خشع، هؤلاء أين يجتمعون؟ مثل هذا العدد من هؤلاء من أفاضل الشيعة. أفاضل الشيعة موجودون في كل مكان ولله الحمد، ولكن اجتماع هذا العدد منهم في مكان يحصل في غير زيارة الأربعين مثل زيارة الأربعين؟ واضح لا. رابعا الكيف في الروح، في روح الداعي. أنت شخص واحد في حالتين مختلفتين، في حالة يدعو، في حالة ثانية روحه أصفى، نفسه أنقى أطهر، طبعا دعاؤه يكون أقرب للإجابة. الشخص الواحد وكل من ذهب إلى زيارة الأربعين يدرك ما أقوله ولو مرة واحدة إذا ذهب. الإنسان في أي درجة من صفاء الروح في بلده في الأيام العادية، عندما يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء في يوم الأربعين وفي أيام الأربعين، هو نفسه ترتقي روحه، ترتقي نفسه، صفاء روحه يصعد. إذا كان في الأيام الأخرى مثلا في الدرجة الخامسة من الصفاء من طهارة القلب، في تلك الأيام يكون في الدرجة العاشرة، في الدرجة العشرين، وهذا ملموس محسوس، محسوس بوضوح لكل من زار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أيام الأربعين. الإنسان هو يتغير، نفسيته تتغير. يا أخي البكاء على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يطهر القلب بنسبة، المشي إلى زيارة سيد الشهداء يطهر القلب، زيارة الإمام الحسين تطهر القلب، النظر إلى ضريح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يطهر القلب، وغيرها وغيرها من أسباب تطهير القلب. كيف لا يطهر قلبه؟ حتما وضعه يختلف، يختلف اختلافا كبيرا. هنا يدعو، في بلده يدعو، في أيام عادية يدعو، دعاء إن شاء الله يكون قريب من الإجابة.
ولكن هناك يدعو نفس الشخص دعاؤه أقرب إلى الإجابة. هذا رابعا. خامسا، إن لله بقاعا يحب أن يدعى فيها. البقاع مؤثرة. أين تدعو؟ يلزم أن تدعو في كل مكان، ولكن بقعة عن بقعة تختلف. أسألكم، توجد بقعة الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من كربلاء؟ أقرب من بقعة من الدعاء في بقعة كربلاء؟ من عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ من الدعاء تحت قبته؟ عندما يرسل الأئمة الطاهرون عليهم الصلاة والسلام أناسا إلى كربلاء ليدعوا أولئك لهم للأئمة، هل سمعتم أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أرسلوا شخصا إلى بقعة ثانية لكي يدعو له، لكي يدعو لهم؟ ما سمعت ولا قرأت. هذه الحاجة الكبرى، هذا المطلب الأهم، يلزم أن يطلب في بقعة هي أفضل بقعة للدعاء، أفضل بقعة على وجه الكرة الأرضية. سادسا، الإمام سيد الشهداء، الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، يأتي يطالب المظالم العظمى، المظالم الكبيرة، يطالب بها المظالم التي وقعت على الأنبياء، التي وقعت على الرسل، يطالب بها، يحيي بعض المجرمين، ينتقم منهم في الدنيا. ولكن هل سمعتم أن شعار الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه يكون يا لثارات نوح، يا لثارات إبراهيم، يا لثارات موسى؟ سمعتم أن شعاره يكون يا لثارات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يكون شعاره يا لثارات فاطمة الزهراء، يا لثارات أمير المؤمنين، يا لثارات الإمام الحسن؟ لا، مع أنه يطالب بها. أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ هو يطالب، ولكن شعاره يا لثارات الحسين. في دعاء الندب قرأتم اليوم، أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ الإمام الحسين من أبناء الأنبياء؟ لا، مرة ثانية يقول الإنسان، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ مطالبة بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، ولكن الأساس، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ الإمام صاحب الأمر يطالب بدم ذلك الشهيد المدفون في كربلاء، عند قبره يلزم أن ندعو، يلزم أن ندعو في كل مكان، ولكن عند قبر ذلك المولى الشهيد صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء لهذا المطلب، لهذه الحاجة، له حساب ثاني. سابعا، لعله يكون الإمام أرواح العالمين فداه، لعله يكون حاضرا في زيارة الأربعين، الإمام الذي بوجوده، ببركاته، بتوقيعه تقضى الحوائج، بدون إذنه لا تقضى حاجة. وجوده في مكان كافي ناهيك عن دعائه،
ناهيك عن أنه يؤمن على دعاء المؤمنين أو لا، هو وجوده ولا يبعد في هذه الزيارة الكبرى من المؤمنين لجده الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. لا يبعد أن يكون الإمام حاضرا، حضوره كافي في أن يكون هذا الدعاء، هذا المطلب أقرب إلى الإجابة. وثامنا وتاسعا وأمور أخرى أيضا، في قصص عديدة وسمعتم بعضها، القضية متواترة، شكوى أبوية الإمام أرواح العالمين فداه يشتكي من بعض المؤمنين أنهم ينسونه، هذا جدا مؤلم. كل وجودنا من بركات الإمام أرواح العالمين فداه، وننسى الإمام، بعضنا ننسى الدعاء للإمام أرواح العالمين فداه. إذا دعونا ندعو دعاء عابرا، إذا دعا بعضنا يدعو لنفسه حتى في تعجيل الفرج، اللهم عجل له الفرج حتى أنا أخلص من مشاكل، حتى مشاكل الناس تحل. الدعاء للناس، أريده للناس، أريده لنفسي، دعاء حسن، ولكن هذا الدعاء ليس دعاء للإمام. المفروض أننا نريد ظهور الإمام للإمام. أنا كنت موجودا، ما كنت موجودا، حي أنا غير حي، ليس مهما أصلا. حتى الناس، طبعا بفرجه فرج الناس كما ورد في الروايات الشريفة، ولكن التفكير لا يكون في الناس، لا في نفسي ولا في الناس، التفكير به هو الإمام أرواح العالمين فداه يفرح عند الظهور، هو الإمام أرواحنا فداه يطالب بثار جده وبثاراته أبائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. لا يكون الإنسان يمر عليه يوم أو أيام ينسى أن يدعو للإمام. يا زوار الأربعين الأكارم، وأنا لا أقول الأكارم، موجود في الروايات الشريفة، ألا يا زوار الأربعين المقدسين، أنا لا أقول مقدسين، موجود في الروايات الشريفة، يا زوار الأربعين الأعاظم العظماء، أنا أقول انسوا حوائجكم الشخصية وحوائجكم العامة. لا أقول انسوا كليا، لا، الدعاء شيء حسن بصورة عامة، الدعاء مأمور به، ادعوني، الله عز وجل يقول ادعوني، ولكن لا يكون أن يركز زائر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الأربعين يركز على حاجة ثانية، أيا كانت الحاجة التركيز يكون على هذه الحاجة، على هذا الطلب، الطلب لإمام زماننا. تصوروا لو أن عدد زوار الأربعين في هذه السنة إن شاء الله
يكون أكثر من 20 مليون، إن شاء الله أكثر من ذلك بكثير. لو أن هذا العدد 20 مليون كل واحد منهم في بعد كل صلاة مرتين يطلب هذا الطلب، في كل يوم يكون العدد 200 مليون، في 5 أيام يكون العدد 1 مليار دعوة. العدد مؤثر؟ نعم مؤثر. كيف لو دعا الإنسان بعد كل صلاة 14 مرة؟ دعوة دعوة، الإنسان لا يكون يقول الدعاء يلفظ الدعاء، لا، يدعو يطلب. لكي لا تحصل عادة للإنسان، الإنسان يغير الألفاظ حتى لا يكون من الذكر اللساني، أنه إذا قلت اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، مسبحة في يدي أقول اللهم عجل لوليك الفرج، شيئا فشيئا قد يتعود الإنسان على هذه الكلمات فلا يطلب هذا المطلب، هذه الحاجة لا يطلبها، لا، الإنسان يغير، مرة يقول اللهم عجل لوليك الفرج، مرة يقول اللهم عجل فرج آل محمد، مرة يقول اللهم عجل فرج مهدي آل محمد، مرة يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، مرة يقول اللهم بحق الحجة، اشفي صدر الحجة، بظهور الحجة، يغير العبارات يطلب بالفعل بعد كل صلاة ذا، حتى الإنسان في بقية الأيام في بلاده، الناس في بلادهم، الإنسان بعد كل صلاة كم مرة يدعو يطلب هذا الطلب. فكيف إذا كان ذلك في أيام زيارة 40 وفي تلك الأجواء النقية النظيفة الرائعة، لا يكون الإنسان يظن أنه أن دعاءه مؤثر، كن على يقين أن دعاءك مؤثر، هناك كن على يقين أن دعاءك مؤثر، كم يؤثر ولكن مؤثر، لعله من شخص لشخص يختلف، من حالة لحالة يختلف التأثير، ولكن كن على يقين أن دعاءك مؤثر. مؤثر يعني ماذا؟ يعني هذه الحاجة إن شاء الله تعطى، هذه الحاجة إن شاء الله تقضى. في أيام زيارة 40 الإنسان يزور، الزائر يكرم، سمعتم قبل قليل الأخ المكرم قرأ بعض مقاطع من حديث الشريف، هذا الحديث المعتبر من الحديث المعتبرة في زيارة المولى سيد الشهداء، هذه مقاطع من التكريم للزائر، ملائكة الله عز وجل يدعون له، ملائكة الله عز وجل يستغفرون له، ملائكة الله عز وجل في رجوع هذا الزائر يشيعونه، ملائكة مقربون هؤلاء، وغيرها من التكريم العظيم الإلهي. هذا التكريم يستغله الإنسان لنفرض، هذا مجرد فرض، لنفرض أنه لا يكون هناك أي أثر لزيارة 40، لنفرض لا تكون هناك لذة في زيارة 40، لنفرض لا تكون هناك راحة في زيارة 40، لا يكون هناك إفراح، الإنسان يفرح أو تفريح، يفرح رسول الله صلى الله عليه وآله، لنفرض هذا غير موجود، الإنسان يسعد فاطمة الزهراء بزيارته للإمام سيد الشهداء، الإنسان يرضي أمير المؤمنين، وهذه الكلمات كلها عظيمة جدا، لنفرض كل هذه الآثار غير موجودة في زيارة 40، فقط وفقط أن تذهب إلى تلك البقعة المباركة لكي تدعو لإمام زمانك، هذا يكفي. لنفرض أصلا الثواب لا يوجد ثواب لك، يكفي هذا المقدار أن تذهب بصعوبات، لا بصعوبات بالغة، تذهب إلى تلك البقعة فقط وفقط تدعو للإمام لإمامك، يسوى؟ نعم يسوى. كيف وهناك آثار وآثار.
الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يرسل شخصا في تلك الأيام. السفر صعب، الخطر موجود، لا أقول خطر موجود بنسبة عادية، بنسبة عالية. الشخص من الممكن أن يقتل، عندما أقول من الممكن أن يقتل يعني احتمال قتله 50% 60%. الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام في تلك الظروف القاسية القاسية يرسل شخصا إلى زيارة الإمام سيد الشهداء. الشخص كان يراقب، هو الإمام أرواحنا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الهادي وأرواحنا فدا، هو يرسل، هو يطلب من أحمد بن إسحاق، يقول لأحمد بن إسحاق أرسل أحدا من المؤمنين يذهب هناك ليدعو لي. يعني هذا المقدار هو كافي في تلك الظروف الصعبة، لا في هذه الظروف السهلة، لا الأسفار السهلة، لا الخطر تقريبا غير موجود، نسبة ضئيلة جدا. الخطر آنذاك 60% 70%، اليوم الخطر أقل من 1%، أقل من 1 بالألف، أقل من 1 من 100 ألف. الخطر اليوم ضعيف جدا، شيء ضئيل لا يذكر. في تلك الظروف الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرسل شخصا ليدعو له، هو الدعاء كافي، الدعاء لإمامك كافي. الإنسان يذهب هناك فقط وفقط قصده الدعاء لإمام زمانه، كيف وأن هناك أمور وأمور في زيارة المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، خصوصا في أيام الأربعين. نحن في الحوائج الهامة نقسم على الله سبحانه وتعالى بعظماء خلقه، بسادة خلقه، وهذا صحيح. في الحوائج المهمة من الصحيح، من الجيد أن الإنسان يقسم على الله عز وجل بسادة الخلق. ولكن الآن أقول إلهي، لا أقول بالإمام صاحب الأمر، لا أقول بحق الإمام سيد الشهداء، لا أقول بدمه الطاهر الذي أريق فيك ولك، أقول إلهي بحق زوار الإمام الحسين، هؤلاء الأكارم، عجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد. تذكير، كان هناك اقتراح قبل أكثر من سنة، أذكر بهذا الاقتراح، الذي يوفق إلى زيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أيام الأربعين فهنيئا هنيئا له. البعض لظروفهم لا يتمكنون أن يذهبوا لأي سبب من الأسباب، عذر موجه شرعا غير موجه شرعا لأي سبب من الأسباب، الإنسان الذي لا يوفق لزيارة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في أيام الأربعين. مرة الإنسان يزور في بيته في بلده، جيد، من الجيد الإنسان يصعد على السطح مثلا، سطح داره، ولكن هناك شيء ورد في الروايات الشريفة، الإنسان الذي لا يتمكن أن يذهب إلى تلك البقعة الطاهرة يخرج من بلده إلى الصحراء، في الصحراء يزور، خصوصا إذا كان ذلك بصورة جماعية طبعا أقرب، خصوصا إذا هذه الصحراء باتجاه كربلاء. الإنسان في أي بلد كان هناك اتجاه كربلاء، يخرج الإنسان الذي يتمكن، لا يتمكن أن يذهب إلى زيارة المولى سيد الشهداء في كربلاء، يتمكن أن يخرج من مدينته، يخرج إلى الصحراء. هذا من المستحبات أن الإنسان يخرج إلى الصحراء، في الصحراء يزور. هذا كأنه يقول بلسان حاله، بلسان عمله،
أن أبا عبد الله أنا ما تمكنت، ما كان لي هذا الشرف، هذه الكرامة ما حصلت عليها، ولكن أمشي لا أبقى في داري للزيارة، أمشي إليك ولو بمقدار أن الإنسان يخرج من مدينته إلى الصحراء. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة الطاهرين من بنيه، بحق أصحابه، بحق أهل بيته، إلهي بزوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل منهم زياراتهم، اللهم استجب بمولانا سيد الشهداء أدعيتهم، اللهم أعطي حوائجهم، تقبل منهم أعمالهم. إلهي أرجعهم إلى أهاليهم سالمين إلى سالمين وغانمين إلى غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.